بكثير من الحزن والأسى، وصلنا نبأ وفاة صحفي الخلوقة والإعلامية هناء بوسالم. هناء كانت صحفية محررة عملت بقنوات ومواقع رقمية على قناة الهضاب، وخرجت مؤسسة وي بي سي للإعلام والصحافة، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته. الأخت هناء بوسالم في ذمة الله، رحلت في عمر الزهور ولا اعتراض لقدر الله. اللهم ارحمها برحمتك الواسعة وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها. اللهم اربط على قلب ذويها وابنها باسم واحفظه. البقاء لله، إن لله وإن إليه راجعون. لا يفلح الساحر حيث أتى. حسب ما يذكر في مواقع التواصل الاجتماعي أن وفاتها كانت نتيجة سحر من طرف أعداء الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ارحمها وتقبلها عندك من الشهداء يا رب. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. لا أريد إعجاب ولا اشتراك، أريد منك فقط أن تصلي على خير الأنام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نريد أن نجمع أكبر عدد من التعليقات للصلاة على خير الأنام حبيبنا محمد. هذه سلوم، هذه سلوم، أنا وهذه سلوم أخوي، هي عرفتها. الحمد لله، تم العثور على الطفلة ريتاج بن حواء بسطيف بعد اختفاء دام 3 سنوات.